بيك يا دكتور، وزي ما احنا شايفين يعني المؤتمر المناخ، وبنحاول ننور من هنا طول الوقت ونعمل توعية. عايزين نفهم ببساطة وللناس اللي قاعدة حتى في البيوت البسيطة، ايه أثر المناخ السيء على التغذية، او بيعمل سوء تغذية ازاي، وايه اللي حصل الفترة اللي فاتت؟ هو طبعا خليني اقولك بس أهمية المؤتمر السنة دي الحقيقة وايه المختلف. احنا في 2021 كان في قمة الغذاء، ودي كانت قمة مهمة قوي. مصر حتى كان في اهتمام عالمي بيها، ومصر حقيقة عملت شغل حلو قوي، وكان فيها 5 محاور مختلفة على يعني كلها محورها أنظمة الغذاء المختلفة، يعني أنظمة الغذاء وإيه اللي بيأثر على أنظمة الغذاء. محور التغيرات المناخية كان ليه محور لوحده، وكان الحقيقة داخل في كل المحاور التانية، فده يقول لك أهمية التغيرات المناخية وتأثيرها على الأنظمة الغذائية، مش هنقول بس الغذاء أو كأمن غذائي. لكن الأمن الغذائي واحد من المحاور في أنظمة الغذاء، لكن أنظمة الغذاء اللي هي بتبتدي من أول الزراعة، إتاحة الغذاء، لحد كل الـ يعني المراحل اللي بيعدي فيها الغذاء لحد ما يوصل للبيت وناكله. فكل ده مرتبط بالتغيرات المناخيه، وكل ده مرتبط بالتغذيه. العلاقه بقى هي يعني طبعا متشعبه. برضو السنه دي الحقيقه المميز انه في تكاتف يعني ما بين كل القطاعات، لان لقينا انه قطاع واحد بس انه يشتغل على التغيرات المناخيه او الغذاء او التغذيه مش كفايه. فبقى في وعي اكتر واهتمام اكتر انه كل القطاعات تشتغل مع بعض، الصحه، التغذية، الزراعة، الصناعة، تمكين الشباب، تمكين المرأة، كل حاجة مرتبطة. هتقولي لي ازاي؟ يعني لما تيجي حضرتك تبصي على كل مراحل سلسلة إمداد الغذاء هتلاقي إن كل مرحلة ليها أهمية. السؤال بتاع حضرتك بقى طبعا هحاول أجاوب عليه على قد ما أقدر. العلاقة ما بين التغيرات المناخية والأمن الغذائي. الأمن الغذائي فيه كذا محور. أولا إتاحة الغذاء زي ما حضرتك قلتي على إنه الزراعة، وإنه طبعا في تغير في المحاصيل الزراعية، أنواعها، كمياتها، في فئات هتتعرض أكتر بالتاني، دي حاجة. طيب الحاجة التانية كمان نوعية الغذاء، يعني هيبقى في تأثير على، وأصلا ده موجود كمان دلوقتي، على المغذيات الدقيقة اللي في التربة، الحديد، أنواع البروتين، الزنك، في حاجات ابتدت تتأثر، ما بقاش فيها الخير زي الأول. تقصدي اللي هي عناصر التربة أو عناصر المكونة للتربة اللي بيمتص منها الزرع الغذاء بتاعه أو بيكبر، وأسباب تانية كتير، بس ده برضو بسبب التغيرات المناخية. فبقى حتى القيمة الغذائية ما بقتش كفاية. عدم إتاحة يعني، أو يعني لو ما فيش أنواع مختلفة من الغذاء بيحصل إيه؟ بيبقى في بقى الأنماط الغذائية بتختلف. يعني عندك الناس اللي طبعا يعني أكثر عرضة للفقر، أو اللي هم مستوياتهم الاجتماعية قليلة، بيبتدي ياكل الحاجات اللي تشبع لكن مش بالضرورة تغذي. فبالتالي الأنماط الغذائية بتتأثر كمان بعدم توافر أنواع مختلفة من الغذاء اللي يقدر المواطن ان هو يشتريه. لما بيبقى عندك مثلا، طبعا في الفقر بيبقى في القوه الشرائيه مش كفايه عشان يقدر يشتري الغذاء المتنوع المغذي. وبيبقاش في وعي كمان، يعني الناس فاكره مثلا انه التغذيه مثلا الغذاء في وجود اللحوم اكتر، الحاجات الغاليه، مش بالضروره، لكن يعني ما بيبقاش في وعي ايه اللي ممكن البدائل للتغذيه السليمه. على الجانب الاخر بقى هتلاقي انه اللي معاه انه قادر يعني ياكل المتاح، هتلاقي ممكن رايح للحاجات اللي اكتر فيها تصنيع اكتر، فيها ده برضو مش مفيد، مش صحي خالص، لانه برضو هيبقى عنده نفس المشكله، سوء تغذيه، ولكن من نوع اخر اللي هو طبعا زياده الوزن والسمنه. واخر تقرير عالمي عن المعدلات بيقول لك انه حوالي فوق ال 800 مليون شخص على مستوى العالم عندهم نقص تغذيه، فوق ال 600 مليون عندهم سمنه، وده من المشاكل سوء التغذية اللي فيه تزايد. كل ده ليه علاقة بأنواع الغذاء المتاح، الفهم إيه البدائل المقترحة، والعادات الغذائية المختلفة.